لو سمحت الفلوس بتاعت الراجل ايه؟ يا جماعة شاهدين يا جماعة انتوا شاهدين الفلوس اهي الفلوس اهي الفلوس اهي مش راضي ياخدها وطفلة صغيرة عمالة تعيط الراجل ده راحة الراجل ده عشان فلوس اهي الفلوس اهي مش راضي ياخدها انت والله العظيم ما هسيبك عشان البنت دي شاهدين يا جماعة شاهدين كلكم شاهدين الفلوس اهي لا سمحت بعد اذن شايفين الطفلة شايفين الطفلة هو احنا في اسرائيل احنا الفلوس اهي الفلوس اهي شاهدين يا جماعة مش راضي ياخد التطبيق بتاع الراجل وضربه ضرب الراجل قدام بنت ماشي يا ست الكل انا والله ما هسيبك ماشي يا ست عشان بنتي دي الراجل اهو اللي ضرب الراجل اهو اللي ضرب الراجل ماشي يا ست الكل صوري الراجل انا تحت اهو مش هسيبك ماشي تضربوا ليه؟ قدام بنته تضرب البنت قدام اهو تضرب الواحد الراجل قدام بنته علشان خاطر ده شيخ الدين ده انت ما عندكش عيال شاهدين يا جماعه شاهدين الفلوس اهي والله ما هسيبك والله ما هسيبك والله ما هسيبك انت يا رب انت قلت له خد التطويع ما رضيش ياخدها منك مش هاجي اخد فلوس مش هسيبك انا مش هسيبك والله الفيديو ده لا يروح للوزير النهارده انا عايزك تودي لي الوزير التطويع بتاع الراجل ده مش هاجي خالص الكل كان حضرتك بدل ما المشكله المشكله بعد اذن اخو يا جماعه ان الراجل ده قطع تذكرته من نص ونسى وما عرفش ما لحقش ينزل من نص الراجل بيقول له طب انزل الحمول قطع قال له لا خد التطويع يقول له لا لا مالكش خد وضرب الراجل التطويع اهي لا مالكش خد التطويع التطويع اهي الناس كلها مطلعه الفلوس كلنا قلنا لك بص لنا الكل الرجاله والستات قال لك بص لنا الست دي كانت عايزه تدفع الفلوس للراجل والناس كلها كانت عايزه تدفع الفلوس للراجل والله الناس الحلوه والله شاهدين شاهدين والله طالما مش كنت هتدفع الفلوس والله طالما احنا معاه انا معاه احنا كلنا معاه انا محاميه على فكره وانا هنزل معاه وهشهد معاه الفلوس اهي الفلوس اهي يا سياده الوزير مش راضي ياخدها وضربوا راجل قدام بنت ماشي يا ست الكل مشاكل يوميا على بسبب لا انا مش هسيب الراجل ده ضرب الراجل قدام بنت الراجل ده ما جنبوش حاجه معلش مش هسيبه الراجل ده ما جنبوش حاجه يا مدام هو انت ما كنت لميت ساكته وخليت بقى يا مدام عشان خاطر عيالك مش هسيبك معلش عشان ما اقولكش هقول لك مش هتنزل يا استاذ يا استاذ مش هتنزل يا استاذ والله ما هتنزل مش هتنزل يا عم مش هتنزل انا معايا الهم ما انتش هتنزل برضه صرف ايوه مش هيضرب خد التطويع مش هتنزل بتاع الراجل يا عم تعالى يا حبيبي يا خفيف والله ما ظلم عليك تطويع اهي بس بنخلص المشكله دي وعبد الله حرام عليك يعني مش قادر اقعد هتقف ما فيش حرام عليك لو معاك وليه هتعمل فيها ما تشغل رجلك 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 ما تشغل رج
والله العظيم وزير الدنيا كان مصطفى قدام ده بقى زفت والله العظيم جامد. ده شويه عيال واقفين. انا كلمتين هقولهم للوزير. انا اسمي احمد عبد اللطيف وجزار. حضرتك السبب في اللي بيحصل ده كله لانك طلعت مع احمد موسى وقلت ايه؟